الإرهابية منذ سيطرة حركة طالبان الإرهابية على كامل جغرافية أفغانستان وأضفاء الشرعية الدولية لها. انتهجت سياسة الإبادة والطمع وباشرت أعمالها الشنيعة واللا إنسانية بحق الشعب الأفغاني وأعادته إلى عصر الجهل والتخلف وسلب الإرادة والحقوق المشروعة، وهذا مما يعارض القانون الدولي لحقوق الإنسان والمرأة التي فرضت عليها قيود الظلم والحرمان من حقوقها في العمل والتعليم والأمن وأبعادها عن الحياة العامة بإلزامها ارتداء النقاب الشرعي الذي يدل على العقلية الرجعية والمجاميع الإرهابية التي تتيح السيطرة على النساء واستغلالها بأبشع الطرق وأسوأها على مدى التاريخ. فاليوم مسيرة نضال المرأة الأفغانية في ظل الإنجازات التي حققتها ما زالت مستمرة في تنظيم ذاتها وتوحيد طاقاتها لنيل حريتها وضمان حقوقها، بالرغم من أنها تتعرض للاحتلال والإبادة بكافة أشكالها وحملات الاعتقال والإعدام بحق الناشطات السياسيات والحقوقيات، مما يضعها في مواجهة شرسة ومصير مظلم وسيكون له تداعيات كارثية وعواقب سلبية ليس على المرأة الأفغانية بل على المجتمع الأفغاني أجمع. وبناء عليه نحن في مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل وإيمانا بمبادئنا الأساسية وأهدافنا السامية التي تدعو بأن قضية المرأة قضية واحدة أينما كانت وحيثما وجدت، وتؤكد على ضرورة التضامن والدعم والمساندة لجميع النساء في العالم، وتضعنا أمام واجب أخلاقي لدعم قضية المرأة في أفغانستان في مسيرة نضالها ومقاومتها، لأن ما تعانيه اليوم عانينا منه في ظل التنظيم الإرهابي في داعش. ومن خلال وقفتنا التضامنية هذه مع جميع نساء أفغانستان نطالب جميع المنظمات النسوية والحقوقية في العالم للوقوف إلى جانب المرأة الأفغانية وتقديم الدعم والمساندة لها في نضالها ضد التطرف والعنف، ونوجه رسالتنا الإنسانية والسياسية إلى كل النساء والشعوب الطواقة للحرية. علينا أن نناضل معا ونتكاتف سويا لتفعيل دورنا الطبيعي والاعتماد على طاقاتنا الذاتية والكامنة من أجل الدفاع عن أنفسنا ضد كل أنواع السياسات الطبيعية والرجعية وحماية